السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسول الله الصومالي أرتا حسن عرس وقرقر توحي كسو أوري نعيبك يا علادة وقبو باشي وكبه شيء مدحوينه وهي أساق بدلي أنا وعنا زانين السياسي كرسو كوهيستان واركيني لكن حسن عرس إن علاد قبيل أحان مريحان ونبو وقبو أما إتوبيا هاد دقنادو أما قلقوي هاد دقنادو أما مدو هاد دقنادو أما جبوين هاد دقنادو إنو علاد مريحان قبو لما على سوي الدين ميس وين كسر قريش حسب قربول وحرم لنا بالوانتي لا تبي استخدم فرنقينا ورئيسي أوسيي إذا عدى على الجزيرة وأضوى يعطي من مدحوينا ضلنا الحكومة دل كيس ده هي دولة هل بقرمة اللي قبل سنتي وريه بياري بالوحير وعرمنا على يد حنا قريش قربولته قرمون على ود كجرتو وقلت لي دباتين كوباش عن أوجي سنيو ودولانك وكوها يباشر يندر يستاقل دونا فلما دانا نعلم أحي من دكتور أح وحبرتي سياسية لغة في رمضان يغانو فاللغة ورئيسي وكوب بحينا إياه ورئيسي وليه هو عربي أصابنا في انجريسي وكو جوابية فالحضار كور عدد شاتي إيام شار سود إيام عويس اسكو حينة كور حسن عويس هو تعقليات يقول تاسي كتاك وعلى ربي وليس كاس قف عليه يقانه إيه وديبته لكن ما دعني وحوي أنا عارف إنكم بتكون دارين حسن عيسى وبرجورتي واكم قامت بالاستيلاء على بعض المطارات في جنوب الصومال ما حقيقة الأمر وعليه وهذا ما شرطي إن مرغمي كفرت الصومالي يلا قفصري ما هذه الحقيقة ما هذه الحقيقة إثيوبيا أوكي أكون جوابي اللي قستبك إثيوبيا لا تدعي بما ورد في مذكرة التفاهم بل هي تتدخل منذ سنوات طويلة في شؤون الصومال ومنذ توقيع مذكرة التفاهم تلك فإن إثيوبيا زودت الفصائل ورجال قبائل في المنطقة في المنطقة الحدودية بالأسلحة هذا موجود في المصادر مفتوحة أسلحة أثيوبية قامت بإرسالها إلى الصومال بشكل غير قانوني وفي الجزء الجنوبي من الصومال وفي منطقة جيتو على وجه التحديد فإن أثيوبيا احتلت كل مدارج المطارات وتدعي أن مصر ستأتي وبالتالي احتلت تلك المدارج من أجل حماية الصومال لذلك لا أعرف على أي أساس تستند قانونيا وشرعيا أثيوبيا خرقت كل القوانين أثيوبيا قامت بالاستيلاء على بعض المطارات في جنوب الصومال ما حقيقة الأمر؟ أعوذ بالله من الشيطان يا أبانا هايستي وأروان إنك الدولة كيف الأحوالي عكاها وحقولي ياي إثيوبيا أونلي ما كلم قرين يسو أما مرة هذه يسو أم أو يوغي إثيوبيا كون أسكر أح وباشا قولها قلت دقنا يا مريحان أيوه بيسي يعني إثيوبيا رب الرضي بأنك هايستا وليه بالي يا محاسكو حق غير سابير إنت أصوى عيبا هيا في القادوين يدباتوين تدفر ربنا بحدود دقن قولك بقول بعد يدقيهين حق دفاع عليه هلان اللي ما جلي رقم عصابة حي يحسن عبد النوري ما تبغى هالغ شيء هو هيران بيأخذ دقينا ودعوين هيران يسيب بقول ترى عدك هو الربي سمرة ما يسأل حسن قبيل كان واحد قصة وري وإن لو يديا لو أمية هذا شان وان وجين إنه بس ري كوي حراس سدي وهو قامنا يي محمد حاشي يفرتاج لما كان صاروا حراش هذا وبحيه سدى أول كيني هجتين ولو كيسي إذا جاني ذي كيني هجتين ما أنت أنا مصري يهوي هجتني يا حسي قول قلت حراش هذا والله شري حراش هذا وعمش قال إن ذلك اللي جاء ود بريح تكون كعسيهين ورادي سنة الأركي أيقونا كل يوم العك قادر يا بار داري ما دام الحراش جفوا وقيم كده قلت هاي بار داري أيام وحجيني نابي لي لكن بار داري دفاع ما كجرنا مسوا قر كران أيده يوحي وطان إن شاء الله بإذن الله الكريم وعن ربا مركب بل حسن قرقور تاو سو النوض حسن قرقور تاو خبك آت شيئي سو كان كاقب سن بيقل قوي كاقب سن ما وعادو ايتو بيك سو قاد او كل نجيس كو سو قاد حسن قيدا ايضا عنتو ايضا عباد حسن وعلاد آت قبتو يحمانت آت غير كارو قبتو وعادو با ايضي سومالي وانت جبوتي وقلت اسكو شرطي اسكو تكتي وشرطي ترمري عنا باب انه يمي مقدار يسوك حيستي
أفكار لا تكلم دعنا وراء عرسنا وراء كات كارني وهو أنا قد وين دارت بحثة قيب كاها مع هذا الله يا ديكو مسكينة مانتا وصهوية كاكرة تقي وأفكار كاكرة تقي ودفاع علي القافة كسو أحري أولاد هذا مصر محمد وقالي كتا وصعيني سابس هذا هو مركا إن أنا كان فرين أقدر أنا وقت قبضين هذا كان قبضين بس السد مريحان إن أنا هنت أشجعه إيربول كنا عودة وحوري يقول قرطوي واحد عيلة كفى فيني أولادنا وقول قرطوي واحد عيلة كده قبل وقول قرطوي كتشد على وها الله يسكت ترسنا هذا أيه إن كتشد أنا حسقول قرطوي كات كان ولا سوجي ديا أدي يا بني